الحدث مع أحمد القماطي. اختتمت القمة العربية أعمالها في البحر الميت بالأردن. في العموم البيان الختامي كان نسخة كربونية لعشرات البيانات لقمم عربية سابقة، الحديث على دعم القضية الفلسطينية وضرورة الوصول إلى حالة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم خيار الدولتين. في سوريا، اليمن، العراق، كلمات عامة أخرى لا تختلف كثيرا عن قمم الأعوام الماضية: وقوف على الأطلال وتحصر على حال الحروب والاقتتال وملايين النازحين. أما إشارة البيان الختامي للقمة العربية حول الأوضاع في ليبيا فقد جاء متأخرا بعد فلسطين وسوريا واليمن والعراق، وجاء على الشكل التالي: دعم الحوار القائم على مخرجات الصخيرات والتنديد بانتشار وتمدد الإرهابيين. الحدث، أهلا بالمشاهدين. قمة رتيبة إذن لا جديد ذكر فيها، لكنها سجلت مفاجأتين: الأولى بانسحاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء كلمة الأمير القطري، والثانية كانت على الصعيد الليبي، ممثل ليبيا في القمة رئيس المجلس الرئاسي. تحتم الأوضاع في ليبيا الشقيقة، علينا تكثيف الجهود والعمل معا وفق رؤية موحدة لحث الأشقاء الليبيين ودفعهم لتجاوز خلافاتهم. تتحمل حكومة الوفاق الوطني المسؤولية، وأخذت على عاتقها توفير احتياجات المواطن المتعددة ومواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية لكي تقوم بكامل مهامها في وضع حد لمعاناة الشعب الليبي الشقيق. نكرر شكرنا للدول العربية الشقيقة لتفهمها لهذا الوضع واعترافها الصريح بالمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وعدم التعامل مع أي أجسام موازية. لا خيار أمام الأشقاء الليبيين سوى الحوار والتوافق والتمسك بمخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. فإننا لازلنا ندعو كل الفرقاء السياسيين إلى جلوس لطاولة الحوار والكف عن لغة التهديد والوعيد والتصعيد العسكري. وفي هذا السياق يتعين على بعض الأشقاء في ليبيا التخلي عن تقديم الذرائع لامتناعهم عن مشاركة في الحل السياسي النهائي. وقد يشعل نارا حرب أهلية لا يحمد عقباها. أؤكد على التزام دولة قطر بمواصلة دعم الأشقاء الليبيين. توجت بإبرام الاتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية. وأرى من الضروري في هذا المقام تقديم ملاحظتين: أولاً، إذا كنا جادين في تركيز الجهود على المنظمات الإرهابية المسلحة، هل من الإنصاف أن نبذل جهداً لاعتبار تيارات سياسية نختلف معها إرهابية؟ على الرغم من أنها ليست كذلك. ولا يخفى عليكم أن عدم التزام بعض الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي باستحقاقاتها وعلى رأسها مجلس النواب حالة دون استكمال تنفيذ بنوده. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بضيوفي في هذه الحلقة: الدكتور أحمد العبود المحلل السياسي، وأيضا الأستاذ الصرحين عبد النبي عضو مجلس النواب، وعبر الأقمار الصناعية الأستاذ فرج زيدان الباحث القانوني. دكتور أحمد، أبدأ معك، أهلا بك. بداية أسألك عن مجريات أو رأيك فيما يتعلق بمجريات القمة العربية والبيان الختامي الصادر عنها، خاصة فيما يتعلق بالشأن الليبي. يعني هي قمة على غرار القمم الأخرى التي لا تشبع ولا تغني من الجوع، يعني قمة البعض شخصها بأن قمة النائمين في البحر الميت. بيانات لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشعوب العربية، القضايا العربية يعني كل يوم تزيد في تأزم حقيقة. لو رجعنا نحن تاريخ انعقاد هذه القمم نجد بأن باستثناء قمة اللواءات الثلاثة اللي انعقدت في الخرطوم لم يقدم العمل العربي المشترك أي آلية من آلية التضامن الحقيقي. العرب فشلوا فشل ذريع في تطبيق معاهد الدفاع العربي المشترك، وفشلوا فشل ذريع أيضا في تطبيق أو إيجاد آليات لتطبيق بروتوكول وزراء الداخلية العرب في مجال مكافحة الإرهاب. العرب اليوم يعيشون أزمة حقيقية، النظام الإقليمي العربي على مستوى تحقيق الأمن القومي يعيش أزمة حقيقية. لو نتكلمنا على الزيارة، طبعا أنا بنتكلم على المندوبية الليبية دورها في التمكين للمجلس الرئاسي، ونتكلم على قرارات مجلس الأمن، وبنتكلم أيضا على الدور اللي لعبه الأمين السابق سواء النبيل العربي أو الدور الحالي يلعبه السيد أحمد أبو الغيط ك
كأمين عام لجامعة الدول العربية. نأتي على مستوى القمة وما حدث منذ اليوم الأول. اجتماع المندوبين الدائمين حدث لغط كبير حول صياغة بنود جدول الأعمال. هذا اللغط صراحة وهذا الخلاف انعكس في اجتماع وزراء الخارجية العرب. لاحظنا بأن ما قدمه السيد السراج ومجلسه الفاقد للشرعية وفاقد للمشروعية أثبت بما لا يقبل الشك بأن هذا الرجل أصبح جزء من أزمة المشهد السياسي في ليبيا. لا. وأزمة الاتفاق السياسي، إذا ما تحدثنا على الاتفاق السياسي الذي أقول بثقة بأن اليوم نعيش مرحلة ما بعد الاتفاق السياسي، الاتفاق السياسي الميت سريريا. كتب شهادة وفاته السيد سراج من خلال هذا البيان وهذه الكلمة صراحة التي أستطيع أن أقول. ما الذي أزعجك في كلمة السراج في القمة العربية؟ يعني أولا لم يذكر التضحيات الجسام اللي قدمها القوات المسلحة العربية الليبية في مجال الحرب الإرهاب. انتقل بالأزمة، الأزمة ما بين مؤسسات المنبثقة من الاتفاق السياسي أو الأزمة التي نعيشها للعام الثاني على التوالي مع البرلمان الليبي، نقلها إلى جامعة الدول العربية وأصبحت جزء جامعة الدول العربية، جزء من أزمة المعادلة الليبية وجزء من أزمة الملف الليبي. يعني أنا بصراحة حاب نتكلم في مقدمة بسيطة نقول بأن العرب في بيانهم استنكروا وأدانوا دور التدخل الإيراني في الشؤون العربية. صحيح. والغريب صراحة بأن في بيانهم أيضا لم يتناولوا بشيء شيء من التنديد أو الاستنكار، وهي الجمل التي تعودنا عليها في بيانات القمم العربية. الدور التركي الذي يحتل مناطق وأراضي عربية في سوريا سابقا، لواء الإسكندرون اليوم الدور التركي يلعب دور كبير في زعزعة الاستقرار في سوريا، ويحتل ايضا اراضي في 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 تركيا في طيب. في العراق. طيب اسمح لي فقط عند هذه الجزئيه، بعد قليل سوف نحاول ايضا الحديث فيما يتعلق بكلمه امير قطر وحديث عن تطابق بين الكلمتين. نعم. بين كلمه امير قطر وايضا بين كلمه رئيس المجلس الرئاسي، الى اي مدى هذا الحديث واقع ام لا. لكن بدايه بصفه عامه ارحب بك استاذ صرحين عبد النبي عضو مجلس النواب، واسالك على تقييمك للقمة العربية وللبيان الختامي الصادر عنها. والله أنا أشاطر دكتور أحمد، هي قمة لم تأتي بجديد، هي كسابقاتها يعني. أصلا ما عاش فيه دور للجامعة العربية أصلا، والجامعة العربية هذه أسست منذ فترة طويلة، وأعتقد بتوجيهات من الغرب أسسوا الجامعة العربية هذه لي، بالتحديد بريطانيا يعني كانت مقدم مشروع لتمرير الأجندة متاعهم في 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 الوطن العربي فقط. يعني الجامعة العربية راجع شنو الحاجة اللي عمرها دارتها من أجل مصلحة الشعب العربي. كل قمامها فشل، كل قمامها مشاكل، دائما صراع ما بين قادتها في القمم، دائما نشوف فيها. هذه القمة ما قدمتش أي شيء إطلاقا للشعب العربي، بل زادت من المأساة. والواضح أن دولة قطر هي الآن اللي متحكمة في الجامعة العربية وتنفذ في أجنداتها ودعمها للتيار الإخواني، وتريد تبسط سيطرتها على العالم العربي من خلال الجامعة العربية. الجامعة العربية عندما تجتمع أول ما تفرض عليك أنت العقوبات في كل شيء، حتى لما يريد يصدر العالم عليك عقوبات أول ما يطبقها عليك الجامعة العربية. دليل ان ما صار في ليبيا بالسابق، اول وحدين العرب هم اللي فرضوا علينا الحصار وفرضوا علينا كل شيء، هم اول وحدين وتموا متجنبين منك يعني كزين من 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 الليبيين. معقوله تو انت تحكي لي على جامعه عربيه مواطن الليبي ما يقدرش يسافر البلد العربي اللي بتشيره؟ وين هي الجامعه العربيه؟ ما في جامعه عربيه، كل دوله عندها مصالحها الخاصة بها. اسم جامعة عربية عبارة عن إطار، لكن مش تقول على الليبيين مرضانا وجرحانا يعانوا من دخول البلدان العربية للعلاج ولا للزيارة ولا للتعليم، يعني وين جامعة؟ في جامعة عربية هذه جامعة. والآن قطر بادي تفسد في الجامعة العربية، واضح أنها قطر الآن زي ما أفسدت الدول العربية وهي أفسدت ليبيا وما زالت تعبث فيها فساد في سوريا في اليمن، العراق هذه انتهت تماما، وكل هذول قطر هي عميلة للغرب وتنفذ في أجندة الغرب. طيب. داخل الوطن العربي. أرحب الآن بضيفي عبر الأقمار الصناعية الأستاذ فرج زيدان. أستاذ فرج أهلا بك.
أهلا بك دكتور أحمد وبضيفك الدكتور أحمد العبود والأستاذ صالحين عضو مجلس النواب وبكل السادة المشاهدين. أستاذ فرج، أبرز ما لفت نظرك في البيان الختامي للقمة العربية التي عقدت بالبحر الميت بالأردن، وكذلك الكلمات أو البيانات أو الخطابات سواء لأمير قطر التي أسهب فيها في الحديث على الشأن الليبي أو عن الشأن الليبي، وكذلك لممثل ليبيا في القمة العربية فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي. صحيح، دعني في البداية أضع مقدمة إطارية لحديثي حول يعني اجتماع الزعماء العرب في تلك القمة. هذه المقدمة الإطارية تؤكد بأن ذلك البيان الذي صدر عن هذه القمة يؤكد أن هذا البيان ما هو إلا صيغة لرسم ذلك المشروع الجيوسياسي المؤطر في اتفاق الصخيرات، وبأن ذلك الاجتماع ما هو إلا مزيد من التأكيد على ما نسميه بالشرعية العربية وليست الشرعية الوطنية، الشرعية العربية لمشروع الصخيرات. هذا الأمر يذكرنا بموقف جامعة الدول العربية عام 2011 عندما وضعت الأرضية أو ما نسميه بالشرعية العربية كما قلت وليس الشرعية الوطنية لتدخل حلف الناتو عام 2011 لاستخدام القوة العسكرية لتحقيق تلك الأهداف الجيوسياسية تحت ذريعة يعني بمعنى تخليص الدولة من الدكتاتورية ونشر الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلى غير ذلك من مبررات الآن. لكن لو ركزنا على أهم ذلك البيان نلاحظ أن ثمة تجهيزا له تم على مستوى الرباعية التي تمت في القاهرة بين ممثلي المنظمات الأربع، بالإضافة إلى ذلك الجولات المكوكية التي قام بها السيد السراج وعبد الرحمن السويحلي. ويبدو أن التركيز في هذه الجولات المكوكية والتي نجحت دويلة قطر حقيقة من خلال نقل ذلك المقر من القاهرة إلى الأردن تحديدا، وهذا الأمر يجب أن نضع عليه خطين تحديدا حتى نؤكد زيادة الصوت أو اللهجة أو النبرة العدائية لقطر تحديدا. ويبدو أن ثمة تركيز على مسألتين استراتيجيتين جوهريتين. المسألة الأولى تتعلق بالتأكيد على مسألة إعادة بناء القوات المسلحة تحت قيادة مدنية، هذه مسألة خطيرة جدا. المسألة الثانية هي وضعية المؤسسة الوطنية للنفط تحديدا، وهذه المسألة لديها وجهين فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط وهي الجانب الأخطر في ذلك، لأن ثمة استراتيجيات أو بنود جديدة أدخلت في تلك الصياغة الخبيثة على اعتبار أن الصيغة المتعلقة بالقوات المسلحة هي مكررة، يعني بمعنى أنها يعني جاءت على سبيل التكرار. أما فيما يتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط، البندين المهمين اللذين تم يعني بمعنى إدراجهما أو حشرهما في ذلك البيان، أولا التأكيد على مسألة أن الحماية تكون لما يسمى بحرس المنشآت النفطية الموحد تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي مسألة من الناحية الاستراتيجية تضرب بعرض الحائط بذلك الاتفاق السياسي، هذه مسألة. المسألة الثانية وهي التأكيد على أن مقر تلك المؤسسة في طرابلس وهو يضرب بعرض الحائط اتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط الذي وقعت عليه أو يعني بمعنى يعني شهدت عليه الدول الكبرى الآن، فكان حريا بدول جامعة الدول العربية في هذه الحالة أن تتمسك رغم ضعفها ورغم هشاشتها وتبعيتها إلى تلك المواقف الاستراتيجية لكي بمعنى أنها تمسك بخيوط اللعبة الآن دون أن تدخل في صدام مباشر مع تلك الدول الكبرى. ندرك بأن تلك الدول العربية ضعيفة، لكن كان بإمكانها أن تمسك بخيوط لعبة مهمة جدا تحاول بمعنى تخفيف النبرة العدائية في بنود ذلك البيان. طيب سوف أخذ رأي الدكتور أحمد العبود بداية في تمثيل ليبيا أو تسليم مقعد ليبيا إلى المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي، انتصار من الناحية السياسية للمجلس الرئاسي، اعتراف الجامعة العربية به أو العرب به؟ إيه خليني أقول لك، أنا المندوبية الليبية، المندوبية ليبيا في جامعة الدول العربية هي التي مهدت للسيد السراج أن يعتلي هذا المقعد. صراحة أنا كنت ما
مبعوث خاص للرئيس عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، للنائب، للأمينين العربي نبيل العربي وأحمد أبو الغيط، وتحدثنا في هذا الجانب، وقلنا بأن على جامعة الدول العربية التعاطي المتوازن صراحة مع فرقاء الاتفاق السياسي. إذا ما تكلمنا على الاتفاق السياسي أو حوارا عربيا ترعاه جامعة الدول العربية، تحاول تقريب وجهة النظر ما بين الفرقاء الليبيين أو ما بين المؤسسات التي ينتجها الاتفاق السياسي. يعني كان واضحا بأن هناك ضغوطات دولية مورست على جامعة الدول العربية، هذا ما قاله صراحة السيد نبيل العربي، وأيضا ما أكده السيد أحمد أبو الغيط. المندوبية ليبيا في جامعة الدول العربية أقفلت الأبواب أمام المؤسسات الشرعية، المقصود هنا مجلس النواب، وأصبحنا نبحث عن قنوات خلفية للتواصل مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. هذه هي الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية أن هناك دورا تلعبه قطر أصبح محوريا في جامعة الدول العربية. قلنا سابقا بأن منذ 2011 بأن الجامعة الدول العربية هي من دولت الأزمة الليبية، يعني من ذهبت بالأزمة الليبية إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن. وقبل القمة سمعت إلى تصريح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية السيد عمر موسى، قال صراحة بأن الأزمة الليبية وأن قرار الدولي تم تحريفه من حماية المدنيين إلى استهداف المؤسسات الدولة الليبية، بمعنى استهداف الدولة الليبية وإسقاطها. المشروع اللي بدأ في 2011 كان الهدف منه هو إسقاط مشروع الدولة الوطنية، هذا ما لم تتبه إليه جامعة الدول العربية. اليوم نتكلم على مرحلة ثانية من مراحل الإسقاط، وهي المؤسسات الدولة الوطنية، نتكلم على المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية. بصراحة الجيوش التي حاربت في 73 اليوم غير موجودة على الإطلاق. يعني المشروع الذي يهدف إلى تمكين الإسلام السياسي بمشروع الدولة الموازية وبمشروع إسقاط المؤسسات الأمنية والدفاعية نجح هذه المرحلة. اليوم أين الجيش العراقي الذي حارب في 73؟ أين الجيش السوري؟ يعني أين الجيش الليبي؟ الجيش الليبي لولا معركة الكرامة ولولا الانتفاضة التي قادها المشير خليفة حفتر لكانت داعش وتنظيم القاعدة على الحدود المصرية. الحقيقة التي لم يدركها العرب بأن معادلة الأمن القومي العربي اليوم أصبحت من الماضي، لا حديث اليوم عن الأمن القومي العربي. الدور القطري لعب دور محوريا في التمكين للسيد السراج. كانت مساعي مجلس النواب والحكومة المؤقتة تصطدم في واقع الأمر بأن هناك حائط سد تمثل الدولة القطرية وتمثل السودان، وبالإضافة للجزائر. موقف الجزائر ظل يتسم بالحركة البندولية، مرة تارة معك وتارة أخرى ليس معك في واقع الأمر. طلبات الحكومة المؤقتة وطلبات مجلس النواب المتكررة برفع الحظر عن الجيش الليبي ظلت بيانات من بيانات جامعة الدول العربية، دخلت في أرشيف جامعة الدول العربية ولم تفعل. هذه حقيقة جامعة الدول العربية. نأتي للقمة الأخيرة. هناك خطاب موحد ما بين السيد السراج الذي يعومل صراحة حتى من بعض الملوك العرب، وخاصة الملك الأردني، عندما قدم السيد السراج قدمه بصفته كسيد فايز السراج دون أي صفة تسبق أو تلحق، وهذا دليل يؤكد بأن جامعة الرؤساء والملوك العرب انتبهوا لهذا الواقع، انتبهوا بأن السيد السراج رجلا غير شرعي لا يمثل الشرعية، أصبح طرف من 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 أركان الأزمة في ليبيا، جزء من المشكلة. لكن استقبله استقبال رسمي في مطار الملكة عليا. استنيني شوية. اللي توجه في الدعوات رئيس جامعة الدول العربية، قلنا ذلك حتى في القمة الماضية اللي كانت في نوخشط، لم توجه الدعوة المملكة الأردنية. اللي وجهت الدعوات الجامعة العربية، جامعة الدول العربية، المملكة الأردنية، المملكة الأردنية من البروتوكول الاستضافة والاستقبال وإلى آخره. ولكن لما نشوف الخط العام في خطابات وبيانات الزعماء العرب في القمة، كل عبر ومثل وجهة نظر دولته تجاه الاتفاق السياسي، كان واضحا من خطاب الرئيس السيسي، وكان واضحا من خطاب المملكة الأردنية الملك عبدالله، وشفنا حالة الانحياز والتماهي والتوحد ما بين خطاب السيد السراج وما بين الأمير دولة قطر حمد بن تميم. يعني مرحلة التمهيد، وأنا نأكد على كلمة صديقي الأستاذ فرج والأستاذ صالحين، بأن مرحلة التمهيد سبقت زيارة كل من السويحلي والسيد السراج للدوحة، وتم الاتفاق على خط واحد يوجه التهمة فيه لمجلس النواب،
لا تذكر فيه المؤسسة العسكرية التي قدمت التضحيات في حرب هي الأكثر قداسة في تاريخ ليبيا، حرب ضد القاعدة وضد داعش. محاولة أن يسبق قدوم السيد سراج للقمة إصدار هذه القرارات التي حاول فيها انتزاع اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط بإدارها الموحد، كل هذه المراحل كانت وفق لدبلوماسية قطرية استعدت لها مبكرا عندما استضافت السيد السويحلي واستضافت السيد السراج. يعني ما يعني عندما نتحدث عن كلمة فايز سراج أو السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي في القمة العربية وحالة التطابق أو المواءمة بينها وبين كلمة الأمير تميم، أن تعتقد أنها ليست صدفة؟ لا ليست صدفة، لا. لا لا لا، اليوم السيد سراج هو حليف تيار الإسلام السياسي بجناحيه تنظيم القاعدة والإخوان المسلمين، وهؤلاء رعاة الراعي الرسمي لهم هي دولة قطر. نعلم جيدا بأن دولة قطر منذ اليوم الأول دعمت مشروع التمكين للإسلام السياسي، وهي الراعي الأول للفوضى في ليبيا. ودولة قطر منذ اليوم الأول هي من قدمت مشروع الجيش الموازي، مشروع الحرس الوطني، اليوم الصياغة الأخيرة متاعها اليوم يعاد إنتاجها من جديد يعني، وهي التي قدمت فكرة الأذرع الأمنية واللجان الأمنية. الدولة القطرية عندها مشكلة صراحة فيما يخص المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤسسات الدولة يعني. ولاحظنا منذ اليوم الأول بأن عملية إسقاط الدولة الليبية تمت برعاية قطر، يعني القطريين دعمهم لليبيين أو للثورة الليبية في 2011 من أجل سواد عيون الليبيين، من أجل عندهم مشروع، ليس من أجل إرسال ديمقراطية. لا لا أبدا، أي ديمقراطية يعني أنا غريب. لا لا، الغريب الغريب والمضحك والمهزل أن السيد أمير قطر يتحدث عن الديمقراطية في دولة في قمة الدكتاتورية، دولة نظام الحكم فيها ينقل بالابن على ابنه بطريقة تحدث بصيغة الأمر مستمر. كذلك لن نسمح بعودة الدكتاتورية في ليبيا. نعم نعم نعم. أعود إليك أستاذ الصالحين عبد النبي، يعني هل هو خسارة سياسية للبرلمان ولحكومة المؤقتة ومكسب أو انتصار سياسي للمجلس الرئاسي عندما يتوج بتمثيل ليبيا في القمة العربية أم لا؟ والله زي ما حكوا الزملاء أن المجلس الرئاسي أو في نظرنا ما يسمى بالمجلس الرئاسي وإذا كان هذه الدول تحترم في الشرعية وتحترم في الدساتير، المجلس الرئاسي لحد الآن لم يدستر في تعديل دستوري، يعني مجلس النواب حتى هذه اللحظة لم يقوم بالتعديل الدستوري لاتفاق الصخيرات، يعني هذا شيء مازال ما هوش دستوري. وأكيد الأخوة المحاميين والنشطاء القانونيين أكيد رافعين قضايا، وانت بدأ تشوف بعض القضايا الآن بدأت تصدر ضد المجلس الرئاسي، الأحكام اللي أصدرها الآن دليل على أن من البيضة أصدرها ومن طرابلس دليل على أن هذا المجلس مازال ما هوش دستوري. هذا المجلس زرع من التيار الأخواني، وقطر هي الراعية لهذا التيار. للأسف ما اللي يسموا رواحهم الآن مسؤولين، سواء كان ما يسمى رئيس المجلس الرئاسي أو ما يسمى رئيس المجلس الأعلى للدولة، وشفنا ذهابهم قبل القمة لقطر وشفنا تقديسهم لأمير قطر، وهذا البيان والكلمات وكلمة السراج كلها أعدت كلها في قطر، يعني لم يذكروا تضحيات الجيش الليبي. يعني كلمة السيد فايز السراج، وأنا كنت مستغرب، فايز السراج كان زميلنا ومعنا في مجلس النواب، وكنا يعني كنا له كل احترام وتقدير، وكان شخصية مؤدبة وكان شخصية، لكن الآن أصبح قراره في يد غيره، هو عبارة عن دمية أصبح في يد الآخرين. وهو إذا كان رجل وطني وراجل ليبي ويحب ليبي ويحب الوطن، مفروض يعلن استقالته ويقول أنا ما نقعدش أداء في يد دولة أخرى تسير فيها يعني. مجلس سوري ودمية وصفته وصفت رئيس المجلس الرئاسي والمجلس الرئاسي أستاذ صالحين عبد النبي، لكن الآن هم الذين يمثلوا ليبيا في المحافل الدولية في القمة العربية. خليني نكلم لك دليل ضعف مجلس النواب كلمة أو دليل حنكة سياسية لهؤلاء. يعني نقول لك، مجلس النواب فيه مشاكل كثيرة، فيه قصور في أداء، مجلس النواب أصلا مخترق، وحتى دولة قطر أعتقد أنها واصلة عند مجلس النواب مخترقة. مجلس النواب نعم، يعني مجلس النواب مخترق، قلنا كثيرا حكينا كثيرا لكن ما جيناش من يسمعنا. يعني مجلس النواب عنده قصور، فعلا عنده قصور، هذه هذه واضحة، ولكن مجلس النواب هذا هو الجسم اللي انتخبوه الليبيين، سيء كويس يظل هذا هو الجسم الشرعي اللي انتخبوه الليبيين، ولازم انها تحترم إرادة الشعب الليبي اللي من أجلها قامت الثورة، لازم انها تحترم إلى حين نفاذ الدستور
وانتخاب أجسام أخرى وانتخاب رئيس للدولة. كلمة السيد فايز السراج أمس يعني كلمة جهوية بمعنى بمعنى ما تحمله الكلمة معنى. يعني أمس يحكي على البنيان المرصوص ضد حرب داعش. نحن أوكي حاربوا داعش، نحن أوكي مبارك كنا حاربوا داعش، لكن تنكر انتصارات الجيش اللي حققها في بنغازي لحوالي قريب عن 3 سنوات الآن، يقارب درب بنغازي واستطاع أن يحرر بنغازي و5000 شهيد و15000 جريح. ما تحكيش في حقهم كلمة واحدة، بل تقول لا انبشوا القبور. من اللي نبش القبور؟ هذول شباب مدنيين مساندين للجيش في حربه على الإرهاب. القيادة العامة أصدرت بيانها واستنكرت، ونحن كلنا نستنكر نبش القبور والتمثيل. حتى موضوع نبش القبور وفي فكرة رأى. أول شيء أنا نقول لك عن شيء بس قبل ما تكمل، أنا خليك كمل تسترسل. أولا رأوا أماكن الدفن عمارات سكنية. سكنية يعني حتى في القانون الدولي يوصفها بأنها أعيان مدنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من خصائص الدولة أنها تخرج هذه الجثث وتخضعها للتحليل الدي إن إيه حتى تعرف هوية هؤلاء القتلة المقتولين أو المقتولين والمدفونين في هذه الأماكن. إذن هذا اختصاص أصيل من خصائص الدولة. يعني هذه ومع ذلك إشارة السيد الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب إلى أنه مع ذلك الشرطة العسكرية والقيادة العامة يعني قامت بعملية التحقيق. ولكن قلت لك هذول ناس مدنيين، ناس أولياء دم، ناس شافوا أبهاتهم يقتلوا فيهم قدامهم، قدام يقتلوا فيهم قدام زوجاتهم، يختلوا فيهم قدام أطفالهم، أصبح عندهم ردة فعل عليهم. ولكن نحن الآن والقيادة وشكلنا مجالس تحقيق وكل واحد تطال يد العدالة، نحن ضد هذا الكلام. لكن هم وينهم؟ كانوا ما حكوه على الأضرحة اللي هدوهن والقبور اللي لبشوهن وضريح سي عبد السلام الأصبر في إزليتن وحرقوا المكتبة التاريخية اللي لها 500 سنة. وين اللواء عبد الفتاح يونس كان قائد الحرب في الثورة؟ وشوف كيف نكلوا به ومثلوا به. شوف الناس اللي قطعوا رؤوسهم ولعبوا به كورة. تقصد أنه عملية إشارة يعني أو تضخيم هذا الحدث هذين مشيروا الهنش في القمة العربية محاولة اصطياد في الماء العكر طبعا السراج تقديم بأن البنيات المرصوص بأن هي القوة العسكرية. هم يريدوا أن البنيات المرصوص اللي هي جناح الأخوان يريدوها هي القوة العسكرية البديلة للجيش، هي الميليشيا اللي يمتلكوها الأخوان. فهذا نحن كلام نرفضوه رفضا كاملا. الجيش نحن معاه والشارع معاه، وإن شاء الله يحقق الانتصارات وكل يوم يكسب على الأرض. والآن الأيام الجاية هتسمع أخبار طيبة عن الجيش في كافة مناطق ليبيا. والجيش ماشي قدما، الشارع كله معاه ونحن معاه. وتضحيات أولادنا هذه لا يمكن نحن سيبون حتى لو كان، لا يمكن نحن نسلم رواحنا اليد دولة قطر، دولة قطر ولا غيرها. يعني أمس القطري يتكلم وكأنه هو هو الليبي، هو الآمر النهائي. فعلا هو الآمر النهائي بالعملاء اللي قاعدين موطين رؤوسهم قدامه. هذه دولة ليبيا ولازم تحترم ولها سيادتها. وليبيا مقدمة تضحيات في السابق وما زالت تقدم في تضحياتها، وحتقوم دولة ليبيا إن شاء الله بفضل أبنائها. نحن يعني هذه قطر وبعض الدول الأخرى ما يبوش دولة ليبيا هذه القيم، لأن لو قامت دولة ليبيا هم حينتهوا أصلا. ليبيا فيها مقدرات وفيها خيرها. أظني استصحين الدولة السابعة التي انضمت لجامعة الدول العربية، المقصود الدولة الليبية، وهي ثالث دولة في دفع المخصصات المالية، وهي ذو التاريخ والمشاركات سواء والمبادرات التي تقدمها سواء حتى على مستوى تطوير العمل العربي المشترك. المهزلة أن توصل أن أمير هذه الدولة يتحدث في خطابه وكأنه يتحدث باسم الدولة الليبية وكأنه هو رئيس الدولة الليبية. يعني مهزلة ما بعدها مهزلة. كلمة السيد السراج أمس قال الواحد حرس المنشآت فقط، هذه الكلمة الوحيدة اللي قالها، بش يسلموه للميليشيات من جديد وتحكم قوت ورزق الليبيين في يديها. دعني أخذ رأي الأستاذ فرج زيدان فيما يتعلق بكلمة السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي. تقييمك لهذه الكلمة وأبرز ما لفت نظرك فيها سفرج. نعم. دعني أولا أتكلم عن نقطة مهمة جدا، وأتمنى أن تعطي لي برهة من الوقت تفضل. لأدق نقوص الخطر في هذه، وأتمنى من كل الليبيين الآن التركيز معي. النقطة فيما يتعلق بمسألة توحيد حرسي المنشآت النفطية تحت يعني إمرة المؤسسة الوطنية للنفط، هذه النقطة متأتية من ماذا؟
إدراكهم أنهم لن يستطيعوا غزو الهلال النفطي مرة أخرى، وبأن القوات المسلحة صارت في وضع أكثر من حيث الاستعداد والتأهب العسكري لصد أي عدوان على مثل هذه المنشآت الحيوية. ومن ثم هم أرادوا كما قلنا السيطرة عبر تلك المؤسسات عبر حيلة السياسية، مثل السيطرة على المؤسسات في طرابلس عبر حيلة ما يسمى بوثيقة الصخيرات أو الاتفاق السياسي. الآن الخطير في هذه المسألة الآن هو أن 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 تلك المؤسسة أو حرس المنشآت الموحد سيضم الجدران وعناصره، سيضم مجموعة مما يسمى بسرايا القاعدة تحديداً لكي يكونوا داخل المنشآت النفطية. المسألة الأخرى هو بمعنى إظهار القوات المسلحة بموقف المعادي على سبيل المثال، ومن ثم يعني تهديد القوات المسلحة باستخدام أي تهديد من قبل حلف الناتو على سبيل المثال، لأن ذلك البند الخطير في صياغته يهدف من حيث أبعاد الآن إلى نزع الشرعية عن القوات المسلحة، ومن ثم إذا ما قامت القوات المسلحة بأي عمليات بغية تأمين تلك الثروة النفطية ستعتبر بحسب ذلك البيان الذي يعني تم إدراجه ضمن ما يسمى كما قلت لك يعني مجازا بالشرعية العربية الآن، بأن تلك القوات هي قوات غازية، قوات معتدية يجب التعامل معها كما تم التعامل مع تلك مع القوات العسكرية عام 2011. المسألة هذه خطيرة جدا، نجحت قطر في إدخالها الآن. المسألة الأخرى التي أريد أن أتكلم عليها أن ذلك البيان الذي تقدم به السراج حمل نبرة تصعيدية وجرأة غير مسبوقة من قبل السيد السراج الآن، وهذا من خلال التنسيق المسبق في قطر تحديداً وفي الدوحة. هذا التصعيد أولاً باتجاه الدولة المصرية عندما يتكلم السيد السراج ويقول على الدول التي لديها تحفظات على اتفاق الصخيرات أن تصرح بذلك مباشرةً، إذن هو يوجه كلمته للرئيس عبد الفتاح السيسي. المسألة الأخرى هو قال بأن لابد من إحداث وفاق عربي، السيد السراج تكلم عن هذه المسألة. إذن هو الآن كما قلت يوجه نبرة التصعيد العدائي أو الهجومي أو الحرب الجوابية أو الحرب الكلامية باتجاه جمهورية مصر العربية في هذا البيان تحديدا. المسألة الأخرى لاحظنا بأن تلك هذا البيان للأسف كما قلت الذي هو يعتبر انتصارا سياسيا لمعسكر الدوحة والمعسكر الأنجلو أمريكي تحديدا على حساب المعسكر الآخر الداعم للشرعية ولقوات المسلحة الآن، بمعنى أنه انبنى على رؤية أحادية الجانب تقوم على الصلاحيات التي يجب أن يمتلكها السيد السراج، أي دعم السيد السراج، وفي المقابل عدم التأكيد على ضرورة التزام السيد السراج ومن معه بتنفيذ مخرجات الاتفاق الصخيرات. هذا ما يعني أن ثمة انتقاء فيما يتعلق بمسألة الصياغة، هذا الانتقاء كان لصالح السراج، أي بمعنى تأكيد ما له من استحقاقات وإن كانت غير دستورية، وبمعنى إماطة اللثام أو غض الطرف عما يحصل في طرابلس الآن. كان بإمكان تلك الدول العربية أن تكون أكثر جرأة للتأكيد على مسألة ضرورة أن يكون ثمة حوارا ليبيا حقيقيا وثمة تحقيق وفاق وطني حقيقي الآن، ويعني أيضا ضرورة تلمس مختنقات الحوار السياسي. الآن المجلس الرئاسي يسير كما قلنا بشكل جيوسياسي لا يتناسب مع الجغرافيا الليبية، على سبيل المثال السيد علي القطراني غير موجود ويمثل البرلمان ويمثل الشرق الليبي، عمر الأسود على سبيل المثال وهو أيضا يمثل الزنتان في المنطقة الغربية وغير موجود، السيد موسى الكوني يمثل الجنوب، الجنوب وما أدراك ما الجنوب، وهو أيضا غير موجود الآن. ومن ثم المجلس الرئاسي لا يمكن أن يقال عليه مجلسا توافقيا الآن. الآن نحن نستغرب الآن كيف تناست تلك الدول العربية ذلك المجلس الرئاسي الذي أصبح مجلسا لا توافقيا، وبأن هذا مجلس هو طرف من أطراف الصراع. الجامعة العربية في بيان الختامي كما اعتبرت أستاذ فرج زيدان أو المعسكر المناهض للجيش الذي ترعاه قطر في فرض بعض الأمور المساندة لفكرتها أو توجهها في البيان الختامي، خاصة فيما يتعلق بشأن الليبي، رغم أنه آخرون اعتبروا أنه الكلام كان عام وحديث على حوار صخيرات ودعم مخرجات الحوار والتنديد بتمدد الجماعات الإرهابية، هو حديث
عام ولم يغير شيئا، لكن تعتقد أنه حتى هذا الانحياز الذي اعتبرته انحيازا قادر على التغيير، قادر على أن يتحول إلى مكتسب حقيقي للمجلس الرئاسي، أم أنه هذا الانحياز لن يؤثر، العرب لن يغيروا في الأمر شيئا؟ لا لا، هو هذا الانحياز التام كما قلنا، وهذه النبرة التصعيدية باتجاه مصر تحديدا، لأن المستهدف كما قلنا هو مصر، ولعل وقوف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد كما قلنا رفضه التام لتلك الانحياز كما قلنا للمعسكر القطري الأنجلو أمريكي تحديدا الآن. وحتى أن مصر يبدو لي بأنها قد تحفظت على هذا البيان وأعلنت رفضها لذلك البيان. أذكرك بمسألة أخرى، أن ثمة إشكالية حدثت بين الوفد الذي مع السراج والوفد المصري عند صياغة نتائج أو مخرجات جلسة مجلس الوزراء قبل القمة تحديداً، وثمة كانت هناك إشكالية حول الصيغة التي تتعلق بالمؤسسة العسكرية والصيغة التي تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط تحديداً. فمن بين الخلاف على سبيل المثال مسألة عدم ذكر طراب يعني مكان أو مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، لأن هذا مسألة إشكالية كبيرة جدا، كما أن مصر تستند كما قلنا على اتفاق الإطاري التوحيدي للمؤسسة الوطنية للنفط. لكن السيد السيالة دخل في صراع مع الدولة المصرية، وما يؤكد بأنهم قد ضربوا بعرض الحائط اتفاق توحيد المؤسسة الوطنية للنفط. الآن أمام الشعب الليبي نتهم السراج تحديداً والغير شرعي، ونتهم السيد السيالة الغير شرعي الآن بأنهم ضربوا بعرض الحائط باتفاق توحيد المؤسسة الوطنية. اتهام خطير الآن نقدمه على طبق ساخن وطبق سريع وطبق مباشر للسيد السراج، ويجب على الليبيين وعلى أهلنا في طرابلس تحديداً أن يفهموا ما نتحدث عنه. نحن لا نتحدث بشكل جوهري، نتحدث وفقاً للتراتيب ولفي اتفاقات ونظم معينة. إذن السيد السراج ومن معه الآن يسيرون باتجاه تقسيم ليبيا وتفتيت الدولة في هذه المسألة تحديداً الآن. النبرة التصعيدية الأخرى التي تقدم بها السيد السراج باتجاه مجلس النواب نبرة عدائية جدا، اتهم مجلس النواب بأنه لن يؤدي الاستحقاقات المطلوبة منه، رغم أن مجلس النواب أسقط حكومته مرتين. المسألة الأخرى أنه قال بأن رئيس مجلس النواب يجب تحجيمه، ويجب بمعنى ممارسة الضغط عليه لكي يلتزم بمواقعه ومراكزه وإلى غير ذلك. هذه نبرة جديدة لم نألفها على السيد السراج في اجتماعات جامعة الدول العربية في القاهرة الآن. طيب. إذن نؤكد بأن ما حدث في البحر الميت الآن كما قلنا هو نبرة تصعيدية جديدة، إذن سيدخل المجلس الرئاسي في صراع واضح مع مصر في الأيام القادمة. طيب أعود إليك أستاذ دكتور أحمد العبود، صحيح هل ظهر المجلس الرئاسي أو رئيس المجلس الرئاسي كما ذكر الأستاذ فرج زيدان كانوا يشتكي البرلمان ورئيس البرلمان للرؤساء العرب؟ نعم، هو نقل، شوف هو نقل الخلافة مع مجلس النواب نقلها إلى القمة العربية وحطه قدمة على الطاولة، وحاول من خلال المطالب المتكررة والمستمرة التي مرت تدرجت من اجتماع المندوبين الدائمين إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى كلمته والكلمة الداعمة الأخرى كلمة أمير دولة قطر التي كانت شبه تطابق مع الخط العام لكلمة السيد السراج، يعني حاول أن يستقوي بالعرب ضد مجلس النواب وضد رئيس مجلس النواب، ووجه صراحة رسائل مشفرة أيضا، حاول من خلالها القول بأن المؤسسة العسكرية والمشير خليفة حفتر هو معطل لإنتاج التوافق وإنتاج الحل في ليبيا. يعني سيد السراج كان واضحا أنه استقوى بالدور القطري منذ الوهلة الأولى عندما ذهب لاجتماع الدوحة، واضح أن هناك شحنة قوية تلقاها من الدوحة، وسبق ذلك أيضا اجتماع الترويكا الرباعية، يعني اجتماع الأمين العام لجامعة الدول العربية مع السيدة موغريني رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي وأيضا المبعوث الأفريقي وكوبلر، يعني الاتفاق على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار أو المرجعية كان واضحا من المبادرة الثلاثية التي رعتها مصر وتونس والجزائر وأكدتها الرباعية وتم نقلها لجامعة الدول العربية. مسألة الصياغة هي التي تؤكد أن خلافا عربيا كان واضحا حول
حول معالجة صراحة الإشكاليات الرئيسية داخل الاتفاق السياسي، هذا ما قدمته كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. لكن خلينا نرجع أيضا للقمم التي سبقت هذه القمة، لكون أن لم يجد العرب صراحة في تاريخ القمم العربية أن هناك رئيسا يشتكي أطرافا داخلية شركاء معه في الاتفاق السياسي، اعتبرنا بأن الاتفاق السياسي في المحصلة النهائية هو إنتاج الشراكة لو نتكلمنا بهذا المقطع، أو يشتكي أطرافا داخلية يعني كل المقترحات التي تقدم عبر طاولة الوسيط الدولي أو الوسيط الإقليمي ترى فيه بأنه شريكا في معادلة السلطة أو في معادلة مكافحة الإرهاب أو إنتاج المؤسسة العسكرية الموحدة كما يقدم الشريك الإقليمي أو الشريك الدولي. كل هذه الأفكار اليوم ضرب بها عرض الحائط وقدم الخلاف مع مجلس النواب، مع رئيس مجلس النواب على وجه التحديد، ومع القيادة العامة للجيش التي أنكر دورها بالكامل في عملية بناء المؤسسة العسكرية، في عملية مكافحة الإرهاب، في عملية صيانة وحماية الأمن القومي ببعده الاقتصادي بتحرير الموانئ النفطية، بل أن السيد السراج كان شريكا لتنظيم القاعدة ولهذه العصابات التي هاجمت الموانئ النفطية. إذن معادلة القمة كانت صراحة بها العديد من الرسائل. مدى تأثير هذه الرسالة القطرية والتي عبر عنها السيد السراج على الحاضرين لم تكن كما يتصورها، لم يكن يستوعب أن البيان سوف ينتج. أنا شفت المقترحات اللي كان يقدمها الوفد ووفد سيالة والسيد صالح الشماقي، لأن حمل مسؤولية إدخال وهو أمازيغي على فكرة، مع احترامي الشديد لأخوتنا الأمازيغ، لكن ممثل ليبيا في جامعة الدول العربية هو هذا الرجل الأمازيغي الذي يقفل جميع الأبواب، قلت سابقا بأنه أمام ممثلي الشرعية السياسية في ليبيا، بل أنه يغير الحقائق ويقلبها. يعني لحد ذلك حتى عند حديثنا مع السيد أحمد أبو الغيط، وأنا نذكر الليبيين بأن هذا اللقاء كان حاضر فيه السيد علي القدراني، وكان حاضر فيه أيضا السيد عمر الأسود وبعض النواب، وصل درجة النقاش للتصادم ما بين رئيس مجلس النواب والسيد أحمد أبو الغيط حول عدة قضايا، منها أن الاتفاق السياسي لم يدسر، أن الاتفاق السياسي به العديد من الإشكاليات، وأن هناك إشكالية رئيسية فيما يخص موضوع الترتيبات الأمنية والتصنيفات صراحة ما بين مؤسسة عسكرية تحارب الإرهاب وما بين ميليشيات يحاول السيد السراج تدويرها عبر مسميات أخرى. السيد السراج يعني يحاول تقديم غير الحقيقة في خطابه عندما ادعى بأن ميليشيات البنيان المرصوص هي الوحيدة التي حاربت الإرهاب. هذه الميليشيات هي التي قدمت المدن، تلو المدن على طبق من ذهب للتنظيمات الإرهابية. نذكر السيد السراج بأن من قدم سرت ومن كان ينكر دور لداعش أو ينكر وجود لداعش في سرت هذه التنظيمات حليفة هذه التنظيمات. اسمح لي فقط ضيفي دكتور أحمد العبود، بقية ضيوفي كذلك، نتوقف الآن مع فاصل مشاهدينا الكرام ثم يتجدد اللقاء. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا وجدد الترحيب بضيوفي في هذه الحلقة، دكتور أحمد العبود المحلل السياسي والأستاذ سرحين عبد النبي عضو مجلس النواب، كذلك الأستاذ فرج زيدان الباحث القانوني ضيفي عبر الأقمار الصناعية. ينضم إلي الآن السيد علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي. سيد علي أهلا بك. أهلا وسهلا بك سيد أحمد وتحية لك ولضيوفك الكرام السيد الصالحين والسيد فرج زيدان والسيد أحمد عبود. سيد علي القطراني، كيف تعلق بداية على أنه ممثل ليبيا في الجامعة العربية وفي القمة العربية التي جرت في البحر الميت بالمملكة الهاشمية الأردنية هو المجلس الرئاسي غير الدستوري، وكذلك على يعني كلمة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في القمة العربية كيف رأيتها؟ أولا نبدأ لك بكلمة المدعو السراج هذا في القمة العربية والتي تؤكد أنه لا يرأس حكومة وحدة وطنية، إنما يرأس مجموعة جهوية تيار واحد متطرف سياسيا ومؤدلج دينيا ومجند خارجيا لسرقة وأفلاس ودمار الوطن وتجويع وتركيع الشعب الليبي. هذا الخطاب البائس من المدعو السراج يجعل المشهد الليبي يزداد تعقيدا ويجبر الليبيين والشرفاء على خيارات لا تخدم الوحدة الوطنية والمصلحة ولم الشمل ما بين جميع أطياف الشعب الليبي. هذه الكلمة تهدد أهلنا في برقة والجنوب وكذلك أهلنا في الغرب الذين يطالبون بمؤسسات العسكرية والجيش والشرطة ودولة القانون. قد أعرب السيد المدعو السراج عن نواياه وعن من يحكمه ويتحكم فيه. هذا دويلة قطر هي من أعدت له هذا الخطاب واتضح لنا حجم المؤامرة الشبانة التي تنفذها وأذنابه واتبعه ومن يتبعه من هؤلاء الخونة وخاصة من إقليم برقة. ولكن نقول له هيهات، فهو لا يعرف الشعب الليبي البطل العظيم أحفاد المختار الذي لا يرضى بالركوع والاصطياد، ونؤكد لكم بأنه لا يعرف قيمة الوطن وأن الوطن لا يباع وأن عمر الخونة والعملاء قصير وأعمار الشهداء أطول من أعمارنا والذين لن نخذلهم. أخيرا لابد أن نكون صرحاء، لابد من الالتفاف، يعرف الليبيين بالكامل الالتفاف على القيادة العامة للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وتفويضه لتحرير كامل تراب الوطن. لا تقولوا لي حلول الآن في ليبيا، المؤامرة وضحت، أما أن يحكمون بدولة قطر بأجندة خارجية أم نحن سنناضل ونلتف على جيشنا وتحرير ليبيا من هؤلاء ونناشد أهلنا في الغرب وخاصة القبائل الشريفة، أهلنا في ورفلة، ترهونة، القبائل ورشفانة، الزنتان، طرق طرابلس بالكامل، أهل طرابلس عليهم أن يعلو صوتهم مرة أخرى والالتفاف على الجيش اللي طارد هؤلاء الخونة اللي يبيعوا في ليبيا للخارج. طيب سيد علي القطراني، من حيث المبدأ يعني نجاح السراج في أن يكون يعني أو يجلس على مقعد تمثيل ليبيا في القمة العربية وأن يمثل ليبيا في القمة العربية، ألا يعد ذلك بمثابة الانتصار السياسي يجير لصالحه ولصالح مجلسه الرئاسي؟ لا لا لا، ليس انتصارا سياسيا، لابد فيه أمور تعرف. يعني نحن هذه المؤامرة حبكت علينا من مجلس النواب من نواب مقاطعين تم استدراجنا إلى أرواحنا في مؤتمر وطني، وبعدين جينا أنفسنا جالسين مع الأخوان وجينا أرواحنا مؤدلة هذه الدول المؤدلجة واللي تدعم في الأخوان والمقاتلة. لا تقول لي انتصار سياسي. ولعلم الجميع نحن حتى يعني السيد المستشار عقيلة كلف السيد مسعود مراوة مندوب ليبيا وهو المخول المستشار عقيلة يكون مندوب ليبيا، ولكن تدخلات قطر والسودان وعقدت جلسة ومنعت السيد مسعود مراو في آخر لحظات أنه يسلم. والشخص اللي موجود الآن يعني للأسف حتى عربي ما هوش عربي موجود معهم في القمة وعليه أن يحدد موقفه الآن،
من هذا الخطاب البائت اللي جالس وراء السراج دي. نحن لا تقول لي نحن علينا مؤامرة، ليعرف الجميع أن ليبيا عليها مؤامرة، هذا ما لا تقول لي مكتب سياسي ولا أنهم هم كتب سياسيا، فعلا مجلس النواب مقصر، ولكن اللي يعرف الجميع أن المستشار عقيلة أو النواب يتحركوا، ولكن تحركات هذه الدول كانت أكبر من قدرة الليبيين. وصفته بالخطاب البائس سيد علي قطراني، لكن أبرز ما أزعجك في الخطاب أو في بيان السراج أمام القمة العربية؟ أنا لم يزعجني فيه شيء هذا الخطاب، لأن أنا السراج هذا ما شايف له أكثر من جلسة، ولم يترحم على شهداء الجيش ولم يتطرق للجيش، وأنا عارف نواياه للجيش في الجلسات الخاصة. الآن أكثر ما أزعجني أن يعني وأزعج الليبيين وأزعج الشارع في البرقاوي بالكامل، وحيكون في ردة فعل، ونتمنى من الشارع يعني هذه المؤامرة جيدة، وأن يعني يخرج غدا. لم يترحم على من قاتل الإرهاب، على من قاتل الدواعش، على من انتصروا على الدواعش، لم يترحم عليهم ولم يتطرق إليهم. فأين ذهب هو؟ هل هو متمسك في بعض الدول أن ينفع عنا يعني يحكم؟ هو يحكي على التوافق بين الليبيين، بارقة لن تستطيع أن تدخلها. بعد خطابك يوم الأمس هذا أنساها بك ولم تكون معك، لا أنت ولا غيرك ولا يركحها حتى واحد. الآن الجيش يقاتل فيكم والجيش لم يعلن حالة النفير، لو يعلن حالة النفير تلقى بين 300 ألف من بارقة بس يلتحقوا بالجيش. وين ماشيين هذول؟ وين ماشيين؟ السيد علي قطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي المقترح، شكرا جزيلا لك، ضيفي عبر الهاتف من بنغازي. ينضم الي الان ايضا السيد علي التريكي عضو المجلس البلدي البيضاء. سيد علي اهلا بك. اهلا بك دكتور احمد وبضيفك الكرام، ونحييك في هذا المساء. اخوي احمد، نحن الان قدام منعطف تاريخي. اولا ما يزعلناش ما حصل في قمة البحر الميت، الخطاب اللي حكى به السراج. السراج الآن دخل من أوسع أبواب التاريخ في الخيانة. الآن والمكاسب الذي حققها السراج هي مكاسب خيانة وليست مكاسب سياسية. أخوي الكريم، أنت الآن لازم يعي المواطن أن الآن قدامنا ضرب، يعني ضرب مباشر، ضربة تلو الضربة لانتصارات الجيش. الآن كلما يتقدم الجيش كلما يضربوه. الآن عرفوا أنهم الإرهابيين دمرهم الجيش، وأنهم اللي كانوا يمولوا فينا قطر وتركيا وغيرها خلاص نصور جو دمروهم. الآن الحرب اللي حرب اقتصادية. طيب يبدو أنه في مشكلة في الاتصال سيد علي تريكي عضو مجلس البلدي البيضاء، ضيفي عبر الهاتف من البيضاء. سوف نحاول الاتصال بك مجددا إن تمكننا من ذلك قبل انتهاء الحلقة. عود إليك سيد صالحين عبد النبي عضو مجلس النواب. الآن السيد علي قطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي يتحدث عن أكثر شيء أزعج الليبيين في خطاب السراج كما ذكر، هو عدم الترحم على، وذكر ذلك منذ قليل، على التضحيات وعلى الشهداء الذين سقطوا في هذه الملحمة التاريخية التي يقودها الجيش الليبي لتطهير البلاد من الإرهاب وتحديدا في بنغازي. نعم، هو قلت أنا من بدري وذكرها السيد علي القطراني، هو السراج زي ما قال لك السيد علي القطراني حتى في اجتماعاتهم الخاصة في بداية تأسيس ولا تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي ديما يحكي لنا السيد علي ويقول عمرة ما يوم اتطرق للجيش ولا انتصارات الجيش ولا، فدليل على أن السيد السراج أصبح في يد الأخوان وفي يد الإرهابيين وفي يد الميليشيات وفي يد الناس اللي الآن تتطلع لحكم ليبيا والسيطرة على ثروات ليبيا اللي الآن قاعدين في المشهد السياسي وخاصة في الغرب الليبي. وللأسف طبعا هم خاضعين وأصبحوا عملاء لدول أجنبية، وقطر هي اللي وصية الآن وتنفذ في هذه الإجراءات. يعني هل أنت ليبي ودولة ليبيا اللي عندها تاريخ
وزي ما قال لك الدكتور أحمد هي سابع دولة أو ثامن دولة جت لي الجامعة العربية لما كانت في ذلك الوقت إمارة برقة وضمت ثامن. ممكن كلمة السيد السراج ممكن في الكلمات الأخيرة، بل هي حسب التراتبية مفروض تبقى ليبيا كلمتها في المقدمة. فهي بصراحة إهانة لليبيا، يعني إهانة ليبيا. الجامعة العربية اللي تحكي لي عليها أنت الآن، المشروع الغربي والمشروع الصهيوني لتدمير العرب وتحطيمهم وتفتيتهم وتقسيم الدول العربية، الآن شوف لي كم دولة تحمل اسم العربية في العالم العربي؟ مفروض ما شي يقولوا جامعة الدول العربية. من؟ جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، هذي اللي فيه اسم العربية. كذا شوف لي دولة أخرى فيها تحمل اسم العربية، والعربية منين جت معناها؟ المفروض العرب يوعوا أنفسهم حتى يعدلوا في أسماء دولهم، ولازم تكون فيها اسم العربية. ونحن لما صارت الثورة اشطبوا لك اسم العربية، دروا لك دولة ليبيا وطلعوا لك العلم وطلعوا لك النشيد وسيبوا لك الدستور اللي قائم. هذه هي مؤامرة من الأول على ليبيا، مؤامرة على الأول ليبيا. الشعب الليبي كان متحفز وكان طموح لتغيير النظام حتى يبي يحسن وضع المواطن ويطور تعليمه وتنفتح ليبيا وتبدأ دوله كل مواطن يعيش عيشة كريمة، لكن للأسف هي كانت مؤامرة ونفذت علينا دولة قطر، وكنا زمان فرحة ونقول قطر تدعم فينا وتدعم فينا وزرعت الأخوان هنا ودعمتهم. وللأسف أخرى الليبيين وعملاء واللي كانوا عايشين، الليبيين كانوا عايشين برا ويحملوا جنسيتين، هم اللي جو نفذوا هذه الأجندة، اللي يعني الليبيين العملاء هم اللي نفذوا الأجندة لتدمير ليبيا، وهم اليوم عاش تلقاهم طلعوا برا ليبيا كلهم، اللي يلقي حاجة خذها. والشعب الليبي قاعد اليوم ملاقي ما يأكل وملاقي ما يشرب وملاقي ما يعالج. فالجامعة العربية هذه لازم تعيد تنظيمها، ويفترض أن حتى نحن نعلق عضويتنا فيها زي ما هم حرمين سوريا، حتى نحن خلنا نطلع منها، ولو على الأقل شيء جزء من ليبيا يطلع منها. معش تو السيد السراج يحكونا على حكومة الوفاق، فرضا نحن راهو عطيناهم الثقة في إحدى الجلسات مجلس النواب، هل يقدروا يعملوا في طرابلس اللي مسيطر عليها الميليشيات؟ انت شفت من 10 ايام طلعوا على السراج وفرضوا عليه ان يدير بيان، وطلعوه من المكان اللي قاعد فيه ومش عارف وين قاعد. ما يقدروش، طالما الميليشيات موجوده ما يقدروش انهم يديروا شيء الا عباره عن الان يضيعوا في وقت الليبيين ويدمروا في دوله ليبيا شوي شوي ويهلكوا في ثرواتها ويدمروها، وهذه حرب ان ليبيا بوش. طيب يبدو انه الاتصال عاد بالسيد علي تريكي عضو المجلس البلدي البيضاء. استاذ علي تفضل. دكتور احمد، بالنسبه فيما يخص، انت تعلم جيدا ان الان الدولار بتسعه دينار ايام وساعات والنفط مسكر، الدولار ثلاثه جنيه الان. الحرب حرب اقتصاديه، حرب اخوانيه بحت. الان خلينا نحكم بالفوش وما نزعلوش بمدار خارج ليبيا. نحن الان لازم نقوي الجبهه الداخليه. ثانيا، مجلس النواب الصراحه مع احترامي للناس الشرفاء القليلين جدا يعني هو اللي حطنا في هذا المحظور. لكن خليني مش ماخذ خطوه خطوه دكتور احمد. اما فيما يخص التدخل الخارجي اللي هو من دوله قطر، هل من المعقول ان دوله قطر المؤدلجه تتدخل في الشان الليبي في ابناء المجاهدين والابطال؟ وهل من المعقول ان تميم حديث العهد بالسياسه والعقل والديه ان يتجرى ويتحدث عن ليبيا ويرسم لنا سياستنا الداخليه؟ علينا نوجه نداء من منبركم هذا، نوجه نداء اولا بكره الراجل الوطني المخلص مش كيف في التلفزيون، بكره انطلاقوا كلنا بعد العصر في كل مدينه، هذه واحد. اثنين، الاسبوع الجاي قبل نهار الاربعاء يا دكتور احمد، نحن لازم ندير اجتماع البرقه، والاخوتنا اللي جاي من الجنوب مرحبا ومن الغرب مرحبا، جو ما شاء الله غالب. نحن الان بعد هالمهزله اللي قاعده واقع علينا وهالظلم، نحن لا نرضى نهائيا. ونوجه للسيد المستشار عقيل صالح، بالرغم اني كنت عند بدري، لازم يديروا لقاء بين المستشار عقيل صالح والمشير خليفه بن قاسم حفتر. لازم يديروا لقاء يا بكره بعد بكره. ليش قول لي شنو وضعه؟ نحن الان تمينا في مهب الريح، اللقاء هذا يتكون قبل اجتماع برقه، بايش يشتغلوا بكلف قائد العام وقائد الاله لتشكيل حكومه رزمه ووفود اجتماعيه من مشايخ وحكماء واعيان قبائل بالكامل، بحيث نعلم ونوضحوا للعالم كله هنا وين عرفنا عجب امس السراج كان ولد اصل مع السعودي الملك سلمان، كان قاعد مسمعه وقال له يا رجل حل لي المشكله، كان قاعد مسمعه وشكر بنغازي وشكر الشهداء اللي موتوا رغم من كل ليبيا بالكامل، فيهم اللي من تبو، فيهم اللي من جنوب، فيهم اللي من الطوارق، فيهم من كافه الليبيين، لكن بهذا الشكل
طيب السيد خلينا ندير مناظرة أو معادلة ما بين المواطن اللي لينا والخاين اللي عايش ما يخاين وما بين اللي حقنا بدي خاين توهنا جزوين في ليبيا، واحد مع الجيش اللي هو مع الوطن وواحد مع السراج ومع الرئاسة. نقول لك شيء واحد أستاذ أحمد سامحني. أول شيء نديروا وش نقدم الجيش. الجيش هو من قام بتحرير بنغازي واليوم أصبحت محررة إلا خمس دقائق. الجيش هو من قام بدحر الغزاة اللي يردد مار بنغازي وليبيا. الجيش هو من قام بإرجاع قوت الليبيين. الجيش هو من قام بحماية النفطي. الجيش هو من قام بحماية المطارات والمنافذ البرية والبحرية. الجيش هو من حفظ شرف أبنائنا ونسائنا، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة الحكيمة للمشير خليفة بجلسة سبتر، وهو لا ننكر وخبرته وقيادته في إدارة الحروب، وهذا كله بدون إمكانيات، وهذا كله بي 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 بالحظر عليه في السلاح. خليني يا دكتور أحمد سامحني نمشي معك بصاحبي جاري اللي يقول لا نبي مع المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي الآن هو من قام أفضل ناي، المجلس الرئاسي هو من قام برفع مستوى المعيشة بغرض، المجلس الرئاسي هو من قام بضرب النسيج الاجتماعي وبث الفتنة والفرقة وسبب في انقسام البلاد رغم أن الشعب تنقسمش. المجلس الرئاسي هو من قام بمساعدة لتدخل أجنبي في ليبيا. المجلس الرئاسي هو من وقع بتوطين يا رجل عبيد العالم كله، العالم كله طغتم حتى دولة حبيبة طغتم يبي يركبهم علينا ويحطوا رندرة في ليبيا الحبيبة الغالية. المجلس الرئاسي هو من قام بشرعنة الميليشيات. من شرع الميليشيات؟ هو المجلس الرئاسي على أستاذ السراج. بالرغم بهالكلام كله نحن ما زلنا مع الحوار حسب ما قالوا شيابنا وما زلنا مع لم الشمل، ولكن مش بكيد علي مش إنه الجيش تكون وتلملم بقيادة الراجل اللي جاء لأنه كله يأخذون بين يدينا هذا لا. طيب شكرا شكرا جزيلا لك السيد علي تريكي عضو المجلس البلدي البيضاء. ايضا لدي مداخله الان من الاستاذ فوزي نجم الاعلامي من مدينه بنغازي. استاذ فوزي اهلا بك. استاذ فوزي نجم الاعلامي من مدينه بنغازي هل انت معي استاذ فوزي؟ طيب فقدنا الاتصال. اعود اليك استاذ فرج زيدان ضيفي عبر الاقمار الصناعيه. إذا نتحدث عن موقف الجامعة العربية أو البيان الختامي الصادر عن القمة العربية تحديدا، لكن القمم العربية والجامعة العربية على مدى تاريخها الممتد على عقود طويلة لم تقدم إلا استنكار وإدانات حتى لما يجري في القضية الفلسطينية عبر أو على مدار تاريخها. نعم. إذن لا نتوقع أي تغيير أو أي مكتسب إيجابي قد يتحقق للمجلس الرئاسي. نعم. من البيان الختامي للجامعة. نعم. وكذلك أسأل أو للقمة العربية وكذلك. نعم. أسأل الآن على الموقف العربي. نعم. على سبيل المثال موقف الأردن، الإمارات العربية، مصر. نعم. هذه الدول التي كانت داعمة للشرعية وللجيش ترى أنها لازالت ثابتة ولم تتغير من موقفها. نعم. نعم. دكتور أحمد كلامك يحيلني إلى موضوع كبير جدا يحتاج إلى إعداد كتب وهو قضية الصراع العربي العربي. الصراع العربي العربي هذا موضوع كبير جدا، يعني لو بدأت فيه ودخلت فيه لن تكفيني يعني ساعات وساعات وساعات. موضوع كبير جدا. جامعة الدول العربية منقسمة أصبحت يعني بمعنى الآن بين إعادة صياغة النظام العربي أو نظام شرق أوسطي جديد لا يقوم فقط على مسألة إعادة رسم النفوذ أو الخارطة الجيوسياسية بقدر ما يتعلق مسألة إعادة صياغة مفاهيم استراتيجية. مفهوم الأمن القومي العربي، نرى أن الدول تدعم الميليشيات الإرهابية تحت مسمى الثوار، تحت مسمى على سبيل المثال يعني بمعنى نشر الديمقراطيات. دول أخرى لازالت تتمسك بالصيغ العروبية القومية السابقة. المسألة الأخرى أن الدول العربية منشغلة في انقسامات على سبيل المثال الجزائر، المغرب، السودان منقسمة كثيرة جدا مع مصر، بالإضافة إلى ذلك الجزائر ومصر حول القضية الليبية، ومن ثم لدينا نزاعات جيوسياسية سيترتب عليها كما قلنا وأد أي مشاريع سيترتب عليها كما قلنا صيانة مفاهيم الأمن القومي العربي ولغير ذلك. نلاحظ الآن أن جامعة الدول العربية انحرفت كثيرا حتى على ميثاق إنشائها والأهداف السامية التي قامت بها. لكن حتى لا أنسى
وحتى أتكلم الآن في نقطة استراتيجية أرجو دكتور أحمد التركيز معي والسادة المشاهدين فيما سأقوله الآن. لماذا السيد السراج قال بأننا يعني نثمن جهود ما سماهم بالقوات المسلحة، يقصد ميليشيات البنيان المرصوص، جهود القوات المسلحة في سرت تحديدا؟ لماذا يقول ذلك؟ هذا الأمر لديه علاقة بمشروع الحرس الوطني، والقول بأن الحرس الوطني أنه جيش حقيقي وليس ميليشيا شبه عسكرية، وبأنه لابد وأن يرفع الحظر عن هذا الجيش الذي يخضع لشرعية المجلس الرئاسي. ولماذا قال، لماذا لم يقول قوات البنيان المرصوص؟ أنت تذكر بأن كل البيانات السابقة الصادرة عن المجلس الرئاسي بما في ذلك القرارات التي شكلت بناء عليها غرفة عمليات ما يسمى بتحرير سرت، سمتهم هكذا بقوات البنيان المرصوص. نلاحظ الصيغة الآن بالتنسيق مع قطر تحديدا أو بالتشاور، دع ركز معي في هذا المزدوج تحديدا، بالتشاور مع قطر، هو التأكيد على دور القوات المسلحة في تحرير سرت. هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ هو أولا أن داعش، أن الذين حاربوا داعش هم كما قلنا قوات البنيان المرصوص أو الحرس الوطني، وليست قوات الجيش الوطني. المسألة الأخرى هو فصل القاعدة عن داعش، أي بمعنى أن تنظيم القاعدة صار ذراعا مسلحا للمجلس الرئاسي، ومن ثم هو حصر الإرهاب فقط في تنظيم داعش وليس تنظيم القاعدة. هذه مسألة خطيرة جدا دكتور أحمد، أرجو التركيز فيها تماما. طيب المسألة الأخرى، إذا ما أردنا أن نعود للحديث عن ذلك الميثاق الآن، وخاصة فيما يتعلق بوضع المؤسسة الوطنية للنفط الآن، لا. الأمر هذا تدرك بأن سبق الذهاب باتجاه البحر الميت هو صدور قرار المجلس الرئاسي 270 صحيح، بالاستيلاء على الاختصاصات السيادية بين مزدوجين، الاختصاصات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط، رغم أن حتى الاتفاق السياسي الذي يتشدقون به والذي استندوا عليه في ذلك البيان لا ينص على يعني بمعنى قيام المجلس الرئاسي بصلاحيات وزارة النفط، ومن ثم هم ضربوا من هذه الناحية باختصاص كما قلنا بالاتفاق السياسي. المسألة المهمة، لماذا صدر هذا القرار الاستباقي؟ هذه المسألة تؤكد كما قلنا يعني بمعنى التنسيق القطري لاستبعاد روسيا تحديدا. هذا القرار الاستعجالي هو عبارة عن قرار استباقي ضد روسيا تحديدا، التي الآن أصبحت يعني تسارع في الدخول على خط الأزمة الليبية. طيب. وتدرك تحديدا بأن من أهم الاختصاصات السيادية في القرار 270 هو أن المجلس الرئاسي هو الذي يسيطر على الاستثمارات وعقود الامتياز طويلة الأجل. هذا الأمر سيترتب عليه رسم سياسات الطاقة، ركز معي في هذا الكلام الاستراتيجي، هو رسم سياسات الطاقة بفصل مؤسسة الغاز عن مؤسسة النفط بضمان السيطرة على ماذا؟ بضمان السيطرة على طاقة الغاز تحديدا. هذا الأمر سيترتب عليه ماذا؟ هو وضع يعني طاقة الغاز تحديدا تحت النفوذ القطري. هذا الأمر لديه علاقة بماذا؟ بمشروع نابوكو الجزء الثاني بمنطق استراتيجي. لا. مشروع نابوكو الجزء الأول كان لضرب روسيا تحديدا من خلال توصيل أنابيب الطاقة، أنابيب الغاز من وسط آسيا أو أوراسيا تحديدا باتجاه تركيا عبر البحر الأسود، ومن ثم الوصول إلى الأسواق الأوروبية تحديدا. بعد أن ضرب مشروع نابوكو من خلال التدابير المضادة لروسيا الاتحادية عبر مسائل يعني الآن لا نستطيع الخوض فيها الآن في هذا الوقت الضيق الآن، تم التحول باتجاه مشروع نابوكو رقم 2 الذي يقوم على توصيل أنابيب الغاز من شبه الجزيرة العربية تحديدا ودويلة قطر تحديدا الآن. لذلك تلاحظ أن الرئيس ميدفيديف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر بيانا بالأمس وقال ستكون قطر خلال الأيام والساعات القادمة المصدر الأول للغاز المسال، باعتبار أن الكميات الكبيرة التي تصدرها روسيا باتجاه أوروبا هي الغاز الطبيعي وليس الغاز المسال، وأن قطر هي التي تنافس روسيا في الغاز المسال تحديدا. ومن ثم هذا الأمر يدرك كما قلنا الأبعاد القطرية وراء السيطرة والنفوذ على المؤسسة الوطنية وحالة التطابق بين
كلمتين، كلمة تميم أمير قطر وبين كلمة السراج رئيس المجلس الرئاسي. دعني أسأل السيد فوزي نجم على هذه الجزئية الإعلامي من مدينة بنغازي. أستاذ فوزي أهلا بك. أهلا بك دكتور أحمد وأهلا بكافة ضيوفك الكرام. تطابق قال البعض أنه لم يكن وليد الصدفة وأنه حصل تنسيق بين السراج وتميم أمير قطر في زيارة السراج الأخيرة للعاصمة القطرية الدوحة. يمكن أن نتحدث الآن أنه السراج أصبح ذراع تميم في البلاد، يمكن أن نتحدث أن المجلس الرئاسي أصبح يطبق الأجندة القطرية الآن في ليبيا. هذا أمر يعني واضح ومعروف وطبيعي، يعني أنا أرى في سياق طبيعي. قبل انعقاد هذه القمة بأيام قليلة كان عبد الرحمن السواحلي في الدوحة، يعني في قطر. ولكن دعني دكتور أحمد أولا أحب أن أتحدث في الشأن السياسي بكثير من الهدوء وعدم الانفعال. صحيح كلمة الفراج يعني في القمة العربية كانت كلمة عدائية واضحة وصيغت بشكل يعني جيد كصياغة وحددت المواقف ويعني أعطت توصيفات جديدة ولمحت إلى مفهوم جديد في الساحة يخرج لأول مرة وهو تلميح بحرب أهلية، كما تحدث على شيء مصطلح جديد. بعدها كانوا يتحدثوا عن الثوار، الآن بدأوا يتحدثوا عن قوات مسلحة في سر، وبدأ يعني يخفوا في مصطلح الثوار. بدأ هناك أبعاد جديدة في داخل طبيعة الخطاب أو طبيعة الكلمة التي ألقاها السراج. أولا الأخوة الذين يتحدثون بعصبية أن السراج لم يترحم دماء الشهداء أرجو أن يرتقوا قليلا يعني بمستوى التفكير والخطاب، لأن السراج ينطلق في مواقفه ومجلس الرئاسي، يعني المسيطرين على المجلس الرئاسي الآن المسيطرين على طرابلس ينطلقوا في حالة عداء وحالة حرب حقيقية، وهم ينظرون إلى الجيش المتأسس في برقة الآن وعلى رأس المشير حفتر، وينظرون إلى رئاسة البرلمان وإلى حكومة الثني كأجسام عدائية، يعني ينظرون لهم كأعداء، وبالتالي طبيعي جدا ألا يترحموا على دماء شهداء الجيش الذين سقطوا في بلغازي أو في درنة أو في ليلان النفطي. هذا أمر طبيعي، لا تتوقع من عدوك أن يترحم على شهدائك. فيجب أن يعني لا ننفاق ولا ننجر إلى انفعالات ومصطلحات انفعالية. الأمر يحتاج إلى هدوء تركيز ويحتاج إلى ذات خبرة. الآن عندنا مشكلة وهي ماذا؟ أنه الجيش يحقق في انتصارات، لكن الواقع السياسي الموجود لدينا يضيع ببساطة جدا هذه الانتصارات، ولا يعني بشكل مخجل. يعني فيعني أنا بقدر ما أرى النشاط الحماس والمفعم للسيد سيالة بين العواصم وينتقل حتى في عواصم صديقة بالنسبة لنا نحن مثل مصر ومثل الأردن وكذا، نرى أن هناك حالة مواد سريرية لدبلوماسية الحكومة المؤقتة اللي على رأسها سيد محمد الدائري. أنا لم أفهم هذا اللغز. الأمر الآخر، ما معنى أن تتفاقم قصة النفط والبترول وهذا الصراع اللي حادث الآن بين الشركات في ظل وجود شخصية اسمحوا لي في هذا التعريف قاصرة مهنيا على الأقل وسيد ناجي المغربي، في وجود شخصية أخرى اللي هو يمثل الله شرعية السيد صنع الله محموم جدا ومتحمس ويسافر بين العواصم ويبحث عن عقود ويجري اتفاقات، وهو من رد على السراج في قراره الأخير بسحب يعني أو تقاسم الاختصاصات مع المؤسسة العامة، بينما السراج مش شرعي وأيضا صنع الله غير شرعي، لكن ناجي المغربي الشرعي لم يتحرك في هذا الأمر ولم يصدر أي بيان، وكأنه ترك الأمر لصنع الله كي يرد على الفراج والمجلس الرئاسي ليعيد إنتاج صنع الله في المشهد من جديد. هذا الأمر خطير. أنا لم أفهم إدارة هذه أزمة بهذا التحقيق. لم يتم البرلمان لم يستدعي خبراء نفط موجودين عندنا مثل فرج سعيد مثلا. طيب. والله الدكتور عبدالله البدري ولا كذا، ويشكل منهم مجموعة جسم لإدارة هذه الأزمة وكيفية التعامل معها محليا ودوليا وخارجيا. أنا لم أفهم لماذا لا يتم يعني تكوين جسم اقتصادي لإدارة الأزمة الاقتصادية الآن. على فكرة السراج دار
مجموعة الآن اقتصادي لتقديم دراسات حول الأزمة. نحن لم نجري هذا الأمر، يعني بمعنى أنهم هم يصارعوننا بكافة القوى الموجودة عندهم، يحاصروننا سياسيا واقتصاديا ماليا ويستخدموا ضدنا الخطاب الديني. نحن في المقابل لا عندنا، ليست لدينا يعني مخطفين نستعين بهم في محاولة فك الحصار الاقتصادي، ولا نستعين بخبراء في فك الحصار المالي الآن، ولا عندنا مستشارين سياسيين وحقيقيين، وليست لدينا حتى شخصيات دينية قادرة ذات ثقل في الشرق. أشكرك فقط أستاذ فوزي نجم، وأعتذر منك، الناشط في مسلسل المجتمع المدني، الحلقة يعني أشرفت على الانتهاء. لكن أستقبل الآن السيد المبروك السباعي الإعلامي من مدينة الزاوية. سيد المبروك أهلا بك. أهلا بك أستاذ أحمد، أهلا بك وأهلا بالأخوة، بارك الله فيك. نجم كان كلامه منطقي سليم، والأخ اللي قبله حتى هو هي قطر على يتحال لا يتجاوز عددها 500,000 يعني بعدد سكان مدينة الزاوية. والحقيقة المؤلم بالأمس عندما ينده هذا أمير قطر بن تميم هذا ولد موزة يقول على الشعب، يعني نحن لن نسمح ببناء يعني نظام جديد او اي يعني او العوده الى الدكتاتوريه، ما دخل بليبيا هو اصلا، يعني ليبيا الان اصبحت محتله يا استاذي، دعونا نقول هذا الكلام. اصبحت كالكيكه تتقاسمها امريكا من جهه، بريطانيا من جهه، الطليان هم نازلين على الوطن من جهه، البحار بحر المتوسط كلها بوارج ومدمرات وفرقاطات ايطاليه، على الارض الطليان، يعني ليبيا مستباحه. لكن لو قال الكلام هذا عبد الحكيم بالحاج كنا رضينا بالأمر، يعني هذا ليبي في نهاية الأمر، أو قال أحمد القماطي، أو قال أحمد نجم، أو قال مبروك أو غيره. لكن أن يقول يعني أمير من أمراء شبه الجزيرة العربية غادي في قطر في الجامعة العربية ويقول نحن لن نسمح لليبيا، يعني هل أصبح أمير قطر وصي على ليبيا؟ والله لو عندنا إحساس، الشعب الليبي كله عنده إحساس، لأراه من أمس مظاهرات ضد هذا الكلام. ونحن نعرف السبب الرئيسي لدمار ليبيا قطر، من أجل مصالح شخصية، من أجل بيع الغاز وبيع النفط، جعلوا ليبيا كالكيكة الآن بعد أن دمر النظام السابق بالكامل وحاولوا بناء نظام جديد. لا يفوتني أستاذ أحمد عن النكبة الجديدة اللي هي السراج، اليوم ليه سنة السراج وجاء بالوعود والأماني، أصبحنا الآن نشحت في الشوارع، أصبحت الأيتام والأرامل والناس كلها بطبيعة الحال أصبحنا الآن حكم نوهبه في الشوارع يا أستاذ أحمد، أقسم بالله العظيم. هذا أموال اللي تجي من بريطانيا 150 مليون جولة أمس ولا أولامس، مليارين قبل، مليار، والمواطن لا زال يتذوق طعم العزة. الشيوعية اللي يحكوا عليها، الشيوعية اللي دارها ماركس وانجلينز، الآن نعيشها المواطن الليبي الحقيقة بمرارة، الآن نعيشها والله العظيم، أقسم بالله العظيم، في الغرب والشرق والجنوب المهمش تهميش بالكامل. طيب. نحن كشعب ليبيا أستاذ أحمد سمحني معلش، نحن كمواطنين لازلنا نعاني من هذا الصراع على السلطة الآن صراع على السلطة، خلونا نقولها فوق يعني صراع على السلطة. السراج من اللي جابه على ظهر الفرقاطة؟ هل الشعب الليبي هو اللي رشح السراج؟ هل الشعب الليبي هو اللي انتخب في السابق المؤتمر الوطني وانتخب مجلس النواب؟ هل انتخبنا نحن السراج؟ ألم يقم الغرب وجاينا بيستعرض في عضلاته بالغرب؟ والله هذه حكومة، نحن لا، لو عندنا شعب واعي ما يرضى به السراج، مظاهرات يحز ممتعته وصكواته ويطلع على ظهر هذه الفرقاطة، إن شاء الله يطلع حتى على الدراجة. يا أخي نحن لا نريد السراج ولا نريد هؤلاء الذين أجمعونا أماني واغتروا، يعني أماني أعطونا أماني، وين السراج اليوم؟ الدولار 7 دينار، الذهب المكسر 201 دينار يا أستاذ أحمد. المواطن الليبي عايش في هذا، المواطن الليبي أصبح بين المطرقة والسندان، نحن نموت. نحن الآن أصبح المواطن الليبي يحن للنظام السابق بالفعل، يعني الدولار كان دينار ربع، كانت الأمور ميسورة، أمورنا فوق الريح سبحان الله، كنا محترمين من كل دول العالم. أشكرك وأعتذر منك يعني فقط الأستاذ المبروك السباعي، وأتمنى أيضا استضافتك في حلقات قادمة. أيضا لدي مداخلة الآن قبل أن أعود لضيفي في الاستوديو مع الشيخ إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب. شيخ إبراهيم أهلا بك. أهلا بك سيدي. يعني حديث الآن أو أغلب ضيوفي اتفقوا على أن السراج وتميم أمير قطر يتحدثان بلسان واحد، تناغم كبير في المواقف وفي الكلمتين، يعني في القمة العربية التي جرت في البحر الميت.
الآن نتحدث عن مشروع قطري بدأ يترجمه المجلس الرئاسي أو يتحدث به المجلس الرئاسي. سؤال: كيف ستتصدون لهذا المنحة القادم الآن أو هذا السلوك الذي عبر عنه السراج مباشرة في القمة العربية؟ بداية دعني أحرد ورحب بصديقي أحمد عبود وفرج زيدان، وهنالك ترحيب كبير وشديد مني لصديقي وزميلي صالحين عبد النبي، نقول له ناسة مدينة بنغازي، وأطلب منه بكل أريحية وبكل محبة أن يسعى جاهدا في عودة مجلس النواب إلى بنغازي. حقيقة يا أخ أحمد، يعني سؤالك أنا نجاوبك عليه بشيء. هناك مشروع الآن قائم، هو فعلا هناك مشروع يقوم به سيد السراج وخلفه السلام السياسي والميليشيات الجهوية المصرية والمؤدلجة الإخوانية والمناطقية أيضا، ومدعوم من تركيا وقطر، هذا لا يخفى على أحد. حقيقة أنا في يوم جيت للسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، قلت له: يا سيد عقيلة، أنت الآن ونحن معك، يعني للرافضين للمجلس الرئاسي المقترح وحكومته المنبثقة عنه، قلت له: نحن الآن رفضنا هذا الاتفاق السياسي، نحن الآن في نظر العالم معرقلين، هل لديك مشروع بديل عن هذا المشروع؟ نظر إليه سيد الرئيس لم يقل شيء. قلت له حقيقة يعني هذا الكلام، أنا أزكي كلام اللي قال السيد علي تريكي عضو مجلس البلدي البيضاء، وأنا معه في كل كلمة قالها من جمع الأعيان وجمع ما بين القائد الأعلى والقائد العام والخروج بصيغة من أهل برقة. قلت له: ولو لوحت بحق تقرير المصير لبرقة، نحن الآن نتحدث، لا نتحدث عن الجهوية المناطقية، نحن الآن اضطررنا، يعني مكرا ونخاك لبطر كما يقول المثل العربي القديم. نحن الآن يعني يا أخي أحمد حشرنا في الزاوية، نحن الآن مصرفي المركزي الذي يضخ في أكثر من 70 أو 80% من ما لا يأتي من موانئ النفطية الموجودة في بركة، الآن يأخذ يعني عين تضحك عين تبكي كما يقولوا، ويأخذ فيه سيد صديق كبير، والآن الدولار فوق من 7 جنيه أو 9 جنيه كما قال السيد علي تريكي، لست أعلم أين وصل. المؤسسة بين النفط التي قاتل من أجل أبنائنا النفط الذي سشد فيه على 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 موانئه وعلى حقوله وعلى مصادره، أبناء بركة الآن يأخذ ويعطى للسيد سيد مصرف صنع الله الذي يضع مواله في المجلس في المصرف الخارجي ليتضخ في مصرف الصديق الكبير المسيطر عليه من الأخوان ومن قطر ومن تركيا. لا، هذا الكلام يا أخي لم يعد يجدي نفعا. نحن في برقة تحملنا، نحن قتلنا من أجل ليبيا، لكن الآن نحن نطالب بهذا الكلام. هذا رأوا معظم نواب برقة، نقول لك، وأيضا معظم الناس في برقة، إلى أن تأتي ليبيا نحن سنفع كما فعل الملك إدريس في 49. السيد إدريس السنوسي لما عرض على ولغوا في طرابلس الاتحاد رفضوا، لأن برقة كانت مدمرة حرب العالمية الأولى والثانية، والطليان لم يتركوا فيها شيئا، يعني حتى الحرب العالمية الثانية معظم خارج ما حصل خارج أوروبا كان في شمال أفريقيا وكان في جزء الشرقي من ليبيا، رفضوا الاتفاق والوحدة مع الملك إدريس. أعلن الملك إدريس الجمهورية البرقوية الثامنة في الدول في جميع الدول العربية، ثم بعد ذلك بسنة جاءوا. نحن نقول ليبيا واحدة وطرابلس العاصمة، لكن لم يعد لدينا ثقة مع أخواننا الغربيين للأسف الشديد. نحن نرسل إليهم الورود، يرسلون إلينا القذائف والسلاح، نحن نرسل إليهم المواد ونقول ليبيا واحدة، ثم يرسلون إلينا الجرافات المحملة بالسلاح ليقتلونا بنا. أنا أتحدث معك 1300 شهيد من قبيلتي، من أبناء قبيلتي، وأتحدث معك عندي 7000 واحد من مدينتي من بنغازي ماتوا. لذلك نحن الآن ما بيش أقول كلمة دكتور بعيرة، كل واحد يرقد دم حوشه. نحن الآن أمام مشروع مضاد. هذا المشروع الخطوة الأولى، أطالب بعودة مجلس النواب إلى بنغازي، والخطوة الثانية بعودة الحكومة الليبية المؤقتة إلى بنغازي. يا إخواننا في البيضة والطبرق والله ليست مناطقية، ولكن العالم ينظر إلى بنغازي بأنها عاصمة، وهي عاصمة في الدستور. إذا أردنا أن نحارب المشروع الإخواني المناطق الجهوي المتمرك في طرابلس، لابد أن تكون هنالك يعني قاعدة ننطلق منها، والقاعدة هي مدينة بنغازي بتاريخها بتركيبتها السكانية التي تضم كل الأعراق والأجناس الليبية ولمكاناتها التاريخية ولمكاناتها المعنوية لدى الليبيين. لابد إذا أردنا أن نضخ الحياة في مدينة بنغازي وفي عروق مجلس النواب، لابد أن يعود إلى مدينة بنغازي. هذه في النقطة الأولى. الآن النقطة الثانية اللي بنحرص عليها بقولها، أن جميع اللي بين ما نجدهم الآن يحملون مجلس النواب المسؤولية. شو بتديروا بالله يا أخي أحمد وصالحين جدا؟ يعني نحن العالم حاربنا العالم بيش حاربناه بالشرعية، ليس لدينا شرعية. نحن اليوم 4/8
العالم جاء أعطانا الشرعية لكنه لم يعطينا أدواته، لم يأمر الصديق الكبير بأن يسلم مصر في مركز لنا، نحن كسلطة تشريعية معترف بنا في العالم، لم يكن ينازعنا المجلس الرئاسي ولا المؤتمر الوطني ولا غيره. قلنا إن الصديق الكبير ليس محافظا لمصر في المركز، لم يعترف بنا العالم ولا زال إلى الآن يتعامل مع صديق الكبير. المؤسسة الليبية النفط لم تأتي تحت أيدينا يا أخي، نحن والله العظيم نحارب بقوة، نريد لليبيا السلام، نريد لليبيا الوحدة، ولكن إخواننا في طرابلس وحتى لما خرجت مظاهرات في طرابلس تطالب بالجيش وتطالب بقيادة العامة للجيش الليبي وتطالب بشرعية مجلس النواب كوفيتر، بل أخذوا النشطاء الذين خرجوا في المظاهرة طرابلس شروا من بيوتهم بل من أسرتهم وقتلوا وسجنوا ولا أحد يعلم أين هم إلى الآن. الشيخ إبراهيم إدريسي أعتذر منك وأشكرك، عضو مجلس النواب، وقت الحلقة شرف على الانتهاء، فقط أيضا لدي مداخلة هاتفية الآن من عضو مجلس نواب آخر هو سيد سعيد مغيب. سيد سعيد أهلا بك. مرحبا بك أخو أحمد ومرحبا بضيوفك الكرام. أفسح لك المجال تعليقا على كلمة السراج في القمة العربية التي جاءت متلاغمة كذلك مع كلمة أمير قطر. أستاذ أحمد والله أكاد أجزم أن نفس الشخص الذي كتب كلمة تميم هو الذي كتب كلمة فايز سراج، والدليل العبارات المتوافقة بين هاتين الكلمتين. أيضا أشار فايز سراج من خلال كلمته إلى شيء خطير جدا جدا جدا، وهو عندما تكلم على توحيد الحرس، توحيد حرس المنشآت، بإشارة واضحة منه لما يقوم به الآن من تجهيز من ميليشيات وما يسمى سرايا الدفاع المرغازي ومن هجوم وشيك سيكون الأيام القادمة على الهلال النفطي. هذا يدعو إلى طلب شرعية لحماية هذا الجسم. هذا الشخص أنا أعتقد والله وأسف على هذا اللفظ، أني أصبحت أشك في عقله وأتهمه بالجنون، لقد تجاوز خطوط المعقول. ليس معقول هذا الانسلاخ وهذا الانحطاط وهذا التدني إلى القاع بهذه السرعة وبهذا الشكل. شخص يفرط في شعبه وفي قوت شعبه ويبذل كل ما للوطن بالرخيص ويضحي بقوت الليبيين ويدافع عن الإجرام وعن الإرهاب والميليشيات وينسى تضحيات الجيش التي بذلنا فيه من أجلها الكثير والتي أعادت الوطن، وهي الآن الحمد لله بصدد تحرير بنغازي بشكل كامل، المنطقة الشرقية بشكل عام. يا أخي هذا الشخص لا أريد أن أتكلم عنه، ولكن الموضوع الذي حصل أمس وما حدث من خطاب فايز سراج وخطاب تميم، الموضوع يا أخواننا لا يعتبر قمة عربية، إنما هي مؤامرة دولية كانت ألفاظها أجنبية وتخطيطها أجنبي وكلماتها أجنبية بحضور شخصيات عربية. هذه الحملة الآن على الشعب الليبي حملة أمريكية صهيونية أجنبية أمريكية، كل الأجانب كل الغرب الطامع في خيرات الشعب الليبي من ضمن البنود ما يتيح لحكومة الوفاق المقترحة التي لم تنل الثقة إلى هذه اللحظة، يتيح لها أن تطالب برفع التجميد عن الأموال الليبية إذا كان قرينا بين السطور. أشكرك أستاذ سعيد مغيب وأعتذر منك، الحلقة انتهت. عضو مجلس النواب على مدينة الكفرة، شكرا لك، حدثني من طبرق. أعود إليك دكتور أحمد العبود. يعني الآن السراج تتحدثون على أنه منحاز، سمى البنيان المرصوص بأنها هي الجيش، بينما انتقد القوات المسلحة وصفها بأنها قوات شبه عسكرية. هو يعني توأم كلمته مع كلمة أمير قطر. السؤال مع كل ذلك، كيف يمكن تحدي أو مقاومة هذا المشروع الذي يقوده السراج الآن، والذي قلته منذ قليل أنه مشروع قطر في المنطقة وفي ليبيا، مشروع الفوضى في المنطقة؟ يعني أول شيء أنا بصراحة بتكلم عن الدبلوماسية المرتبكة، يعني برغم أننا نقول بأن هناك دبلوماسية الشرعية، يعني الدبلوماسية الشرعية، ونقول بأن جميع الأبواب مقفله تمام هذه الدبلوماسية، لكن ما زال هناك نوعين من الدبلوماسية. دبلوماسية يمثلها رئيس مجلس النواب وهي تحاول أن تجتهد أن تلعب هذا الدور، ولكن أيضا قفلت أمامها الأبواب. وهناك الدبلوماسية التي تمثلها القيادة العامة للجيش، اليوم أصبح المشير خليفة حفتر يستقبل في عواصم صنع القرار، وأصبحت القيادات وعواصم القرار تستمع جيدا لما يقوله المشير خليفة حفتر وما يشخصه من أزمة
مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي في ليبيا. نأتي للدور الثالث الدبلوماسية والإجراءات والتدابير التي عليها مجلس النواب أن يذهب إليها من أجل الرد على ما حدث في القمة الأخيرة، لأن القمة الأخيرة في البيان الختامي في فقرة غامضة كده هي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وتتعارض أيضا مع ميثاق جامعة الدول العربية، عندما برغم أن رأوا البيان أيضا يقول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، لكن أعطى تفويض للسيد السراج بأن يستدعي قوات دولية، يعني بمعنى أنه هناك بعض العبارات التي بحاجة إلى التوضيح والإيضاح. لكن على جامعة على مجلس النواب أن يذهب عبر البرلمان العربي اليوم، لأن لي تقريبا أصدقاء ورفاق النائب الصالحين عبد النبي أعضاء في البرلمان العربي، أن يقدموا شكوى في الأمين العام لجامعة الدول العربية وفي أيضا أعمال القمة لأنه يمثل السلطة التشريعية، وفيما يخص استدعاء السيد السراج وتبتيل السيد السراج في الجامعة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا والأخيرة يعني لإدامة، رأينا بأن جامعة الدول العربية لا تلعب الدور الإيجابي، علينا أن نذهب إلى تعليق العضوية وأن صراحة وهذا إجراء أيضا، وأن نذهب إلى قطع علاقاتنا الدبلوماسية بتلك الدول التي تعادينا وتسبب الفوضى. أنا أقصد هنا قطر على وجه التحديد. أستاذ الصالحين عبد النبي عضو مجلس النواب، كلمة أخيرة سمحتي. والله زي ما حكى صديقي الدكتور أحمد، يعني علينا نحن أن نتخذ خطوات عملية بالرغم منها الطريق الآن مسدودة أمامنا، يعني العالم مازال متسق بالوفاق ومحترفين بالوفاق برغم العقبات. نحن نحاول بقصارى جهدنا، الآن عندنا اتصالات دولية، أنت شفت أعضاء مجلس العموم البريطاني في الأسبوعين الماضيين جاءوا وزاروا مجلس النواب واجتمعوا مع أعضاء مجلس النواب ومع رئيس مجلس النواب، أيضا جوا للقائد العام واجتمعوا معاه كان لذلك أثر جميل وشافوا المنطقة. وحتى للأسف لما طلعت إذاعة النبأ خبر استيلاء أنصار الشريعة على قاعدة جمال عبد الناصر، من حسن الحظ هم كانوا موجودين في القاعدة الساعة 7:30 المغرب يرجعوا في طيارة طبرق الإسكندرية، ولما رجعوا غادي وجابوا وزير خارجية يقولوا لهم أنتوا شنو تكذبوا علينا وتضلوا فينا في الرأي العام، أنتوا لما طلعتوا الخبر متاع احتلال أنصار الشريعة احنا قاعدين فيها القاعدة، احنا معظم مزلهم وشفنا الجيش وشفنا الشرطة وشفنا القائد العام وشفنا ان كاريزما قائد عام، مظاهر الجيش طالعة مظاهر الشرطة، انتقلنا في الليل في النهار. الحقيقة يعني بدأ صوتهم يعلى في 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 بريطانيا وفي الصحف، وقالوا كلام طيب حول الجيش، وقالوا عليكم بالتواصل مع الجيش ومع قائده المشير خليفة حفتر، وعليكم بدعم مجلس النواب اللي انتخبوه الليبيين، يعني والآن في تواصل بيننا وبينهم وممكن حتى في تبادل زيارات في الأيام القريبة للحكومة المؤقتة، لكن زي أنا نشاطر الزملاء الحكومة المؤقتة ما دارتش حل بالكل أصلا، الحكومة هي يعني ناقصة ويعني ما قاعدة راكدة خلاص، عندها حق المواطن اللي يقول إن مثلا خارجيتكم والله حموكم مش غلط، نحن معاه فيها في هذا الصياغة. كلمة أخيرة فقط للأستاذ فرز زيدان الباحث القانوني، أفسح لك المجال باختصار. نعم. شديد اقتضاب. نعم. لو سمحت أشير إلى مسألة خطيرة جدا أخرى، ألا وهي مسألة فك التجميد الأموال، مسألة خطيرة جدا تهدد اقتصاد الليبيين. مسألة فك تجميد الأموال ترتبط بمسألة الحرس الرئاسي أو ما يسمونه ما سماه فايز السراج بالقوات المسلحة في سرت التي تحارب داعش نيابة عن العالم، وهكذا أراد هذه المسألة. الغاية من المسألة هو الصرف على تجهيز ما يسمى بالحرس الرئاسي والخفر السواحل لكي يعملون بالوكالة تحت ما يسمى مكافحة الهجرة بالتنسيق مع إيطاليا وإلى غير ذلك. المسألة هذه مهمة جدا، وستدخل تلك الدول أرقام فلكية في الفواتير للاستيلاء بالتنسيق مع السراج ومجموعته. نعم. على الأموال الليبية. المسألة الأخرى، لابد من بحث عن مشروع إنقاذ حقيقي جدا يقوم على كما قلنا وجود خارطة طريق وذراع عسكري مسلح، والذراع العسكري ألا وهو القوات المسلحة الآن. ولذلك ما من حل هو استكمال مشروع التحرير، باعتبار لو استمرينا في موضوع الصخيرات ستكون الدولة الليبية لأكثر من 100 عام بلا حل. ركز معي في هذه المسألة أستاذ أحمد، ستكون الدولة الليبية لأكثر من 100 عام بلا حل، لأننا نسير في اتفاق لا سلم ولا حرب ولا سلم ولا حرب مع استنزاف الثروات الاقتصادية. الدولار اليوم السيد الكريم الذي قال لا نتحدث بانفعال وإلى غير ذلك، الدولار الآن وصل إلى حوالي 9-8 جنيهات ومعرض لكي يزيد الآن، ومن ثم
سندخل في إشكالية هي مسألة عدم القدرة على إطعام أولادنا وجلب رغيف الخبز لهم الآن. ولذلك نحن في صراع كبير مع الوقت، والدولة الليبية مهددة بالتشظي والانقسام، ومن ثم لابد من دعم القوات المسلحة باتجاه تحرير البلاد. ولذلك هم يقولون لا للحل العسكري، لو ركزت في مسألة البيان يقولون لا للحل العسكري، ومن ثم نتهم جامع الدول العربية خصوصا الدول التي هي في معسكر قطر تحديدا بتدمير ليبيا وتعريض أمنية للخطر. الباحث القانوني الأستاذ فرج زيدان، شكرا جزيلا لك ضيفي عبر الأقمار الصناعية. كذلك أشكر ضيفي في الاستوديو دكتور أحمد العبود المحلل السياسي، وأيضا ولا 15 ثانية أشكرك في حلقة ثانية إن شاء الله. الأستاذ صالحين عبد النبي أيضا أشكرك، عضو مجلس النواب، كما أشكر بقية الضيوف الذين تواصلوا معي اليوم عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم برنامج الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معدة هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد إقمار، في أمان الله.